والله العظيم الا بغيت كل الوقت كنبغي نديرها كنتشغل بالحفلات وبشي حاجه كتشغلني. كان واعد الشباب كما يعني كان احد الفائزين هو زهير باوي اللي اليوم من ألمع النجوم المغاربه. فكنعاود ناكد انا كاينه ليديسيون 2 باش نكتشفوا نجم جديد ان شاء الله رائع جدا. وزهير باوي انا فخور به وكنقول له الله يوفقك و جو سو فيير دو زهير باوي. جديد ديالي ان شاء الله غادي يخرج في لو 22 فيفري. اغنيه كتجمعني بواحد الجروب ديال الشباب موهوبين غادي يفاجئوا الناس بهذه الاغنيه هذه. اخراج حسن القرفطي اشراف محمد علي العويني. كنتمنى تعجب الناس هذه الاغنيه لانها ستيل جديد علينا كاملين للمغاربه وللعالم العربي. يا ريت ان شاء الله تكون عند حسن ظن الجماهير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.